تكسبش، ناس بتكسب ولا تتعبش، ما تستعجبش ما تستغربش، والكل هايس والشعب نايس، ما تستغربش ما تستعجبش. يقطع مزاجكم يا ابو عدل، مين اللي جاي يجيب السعدي؟ جاي اهو، خلاص جاي. خواجه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام يا خواجه. ازيك يا ابو عرام؟ عامل ايه يا خواجه؟ ازيك يا ابو عرام؟ في ايه يا مستوي؟ ازيك يعني بيتك حين؟ خد خد. اتفضلوا، شرفتوني. شرفتنا لك يا ابو عرام. الحقني يا ابو عرام، الحقني يا ابو عرام. خير يا خواجه، خضتني. المشكله المره دي عويصه ومتعجله ومش لاقين هي حلوه. وصلت الاخر يا ابو عرام. ايه ده يا خواجه؟ طالما جبت اخرك انا حللك بكل سهوله. انت بتغرق في شبر الميه يا خواجه، وانا مش عارفك. اديني فرصه اتكلم يا ابو عرام. هتبقى انت وليد بسطاوسي؟ ده يبقى حرام يا ولاد. اتكلم واتنيل على عين. هو حد داسك على طرف؟ الواد بسطاويصي بيرمي الزبالة قدام البيت لحد ما بقت عاملة زي التل الكبير. ايه يا حواد؟ هي الزبالة هناكل ايه؟ امال ارمي فين يعني؟ ارمي بعيد شوية، ولا انت بتاخدني على جد عجل يا بسطاويصي؟ حاشا لله يا خواجه، بس انا مش عارف اعمل ايه. بص يا ولاد، احنا نكلم الحي يجيب صندوق ويحطوه لنا قدام البيت يا خواجه، ونشيل الزباله اول باول. يسلم فمك يا ابو عرام. شفت يا خواجه ابو عرام حلها ازاي؟ انا قلت لك من الاول ان ابو عرام دماغه كبيره ومتكلفه، وهو اللي بيحل كل المشاكل. انا يا ولاد كل المسؤولين بيجون لما بيكون عندهم مشاكل عويصه ويقولوا لي نحلها ازاي يا ابو عرام. اروح انا احللها لهم على طول. الدماغ دي متكلفه كتير، ده الكمبيوتر بيحتار وياي يا ولاد. احكي لنا يا ابو عرام عن بطولات، ده انا اما اصدق اشوف ده انت عامل زي هلال رمضان. ده انا رحت البرازيل يا ولاد، لقيت الزبالة اكوام اكوام. رحت داخل على رئيس البرازيل عيلي، وهناك في البرازيل يا واد يا بسطاويصي بيسمعوا اي حد، بس ابو عرام مش اي حد. كان صوتي وصلوه وراحوا بعتولي على طول. قلت لي رئيس البرازيل لموا الزبالة وحطوها في حفرة والدمون وطلعوا منها غاز المسام. وبعد ما جيت من البرازيل يا واد يا بسطاويصي عملوها على طول، وقامت البرازيل واصبحت من مصافي الدول. عارفينك يا ابو عرام وعارفين اساطيرك، حل المشكله ابوس على ايدك. حاضر يا خواجي، ما انت الجهل بتاعك دي هو اللي مد البلد في داهيه. ما تسيبه يكمل يا خواجي، هو انت مصربع على ايه؟ بعد ما نشرب الشاي نقوم يا خواجي ونروح لرئيس الحي. ادينا ساعة قاعدين مع بعضنا يا ابو عرام، لا جيب شاي ولا مية، والواحد اللي بنشف. ولا اقول لك يا خواجي ما تضيعش وقت، يلا بينا على الحي. والشاي هنشربه هناك في السجوم انت وهو. علي خديني معاك. ده الواحد كان ملف على كوبايه الشاي بتاعت البيت. ان شاء الله انا هشوف المشكله ديت واحلها على طول. طب انا استاذن حضرتك وعد لك وقت تاني ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. انت السبب في كل ده، ونعمل ايه يعني يا خواج؟ اثبت انت وهوي، ولا عايزين شهاده المسؤول يزعل مني. اه حاضر يا ابو عرام، انت تقوم ادخل. سعاده الباشا المسؤول. شرفتنا يا ابو عرام. عامل ايه يا سعاده الباشا؟ انت وضيوفك. اخبارك عليك ايه؟
اخبار معاليك ايه يا باش؟ الحمد لله يا ابو عراب. دلوقتي احنا واقعين في عرضك يا سعد الباشي. خير يا ابو عراب. الواد بسطويسي بيرمي زباله قدام بيت الخواجي، والخواجي زعلان. وانت زعلان من ايه يا خواجي؟ من كوم الزباله اللي قدام البيت يا سعد الباشا. ده انت محظوظ قوي يا خواجه. هو كوم الزباله طلع قدام بيتكو؟ هو بيت بترول يا سعاده الباشي. طول عمرك محظوظ يا خواجي. اتنيل على عمرك واسكت. محظوظ ازاي يا سعاده الباشي؟ ايوه محظوظ، عشان الزباله بتتحلل وتفيد الطر، والغاز اللي بيطلع منها بينعش الجو ويعطره. كل يوم اروح ادور على كوم زباله واشمه، وان ما شمتش زباله معرفش انام. تصدقوا يا اولاد ان العلم نور، واحنا اللي كنا فاكرينه بيضرنا اتاريه بينفعنا. كلامك صح يا سعاده الباشي، انا كمان لو ما شمتش زباله ولا اعرف اكل ولا اشرب ولا انام. شفت ازاي يا ابو عرام؟ من خالي محظوظ بتضرنا احنا وتنفع هو؟ ده انت محظوظ محظوظ. يا ابوي يا اولاد، انا اروح اروح اشم زباله واتخمد. واحنا متشكرين لعبدالك يا سعاده الباشي، وربنا يخليك للشعب. احنا تحت امر الشعب. تسلم لنا افكارك النيره. يلا اتفضل. تشكر يا باشا تشكر. تشكروا يا اولاد. سلام عليكم يا باشا. سلام يا ابو عراب.